الان باقي كتحس لحد الان ما بقيت بوت في حاله لا يرجى لها نفسيا ما بقيت ثانيا مرات ما بقيت دابا ولدي ما كنريح معاه لا مع مرتي انا دابا يلاه زي ملي كتفوق وانت اخر انا دابا يلاه زي تعجب هاد التوقيعات اللي كانوا دابا اللي سول كاينين 18 مازال الناس سادين عيالات قال لك اخويا تجيبونا المسؤولين ديك الساعه ونسهدوا راه مالي الحوانت اللي كاينين تما راه ما سادوا بلا بيا انا راه غيسادوا شكرا اذا مشاهدينا نشاهد جزء اخر من هاد الشكايه هادي نسمعوا لها هادشي راه تعدوا هذاك الشيء اللي شفناه حنايا والله الا ضرنا قلبنا وحق الله شفتو اخشي تعدوا على هذا السيد هذا سيد بلا بدون زيد ديال العمل ديالو وقف بالداسيا ووقف عنده قال لي حيد الكروسه قال لي صافي انا غنحيد اخويا هي هذيك بدا كيهضر معاه ما هضر معاه ما والو شدوه من هنا طلعوه شي كيضرب دخلوا الصطافيط كتسمعها باق 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 يعني راه صرخوه ملي خرج الدري تل سميتو تل الوقايه تما عاد باش خرجوا السيد مضروب هنايا ها فاش خارج الحاله ديالو لا يرجع لها يعني مضروب في راسو مضروب مدغدغ ما نكذبش عليك انايا حيت مشيت مع السبيطار انايا شفت الحاله ديالو كي دايره تعدوا عليه السيد هذا راه كيخدم على وليداتو وكيخدم على ميمتو السيد ارتقى الله والله ما نكذب عليك راه حنايا دابا حنا ما كنصليو ما والو وكيجر من الجامع كيقول لنا يلاه صليو بعدوا من هاد البليه بعدوا من هاد يعني صغر منا وكينصح فينا يعني باغي لنا الخير والسيد راه كيترزق على وليداتو وجاو يديروا لي هاد الحاله راه حشومه ما يبغيش الله سبحانه وتعالى ما عجبنا انا درنا ما نكذبش عليك كون ما كانش عندي وليدات غندخل في داك الشيء وغنكون في شي مشكل حتى انايا حيت هذاك الشيء ما نبغيش لشي واحد اختي واخا يكون براني راه غندخل في هذاك الموضوع انايا وهضرنا مع دوك الناس فهمتيني حيت ماشي مره ماشي جوج كيديروا لي دوك الناس راه كاين شاكين فيهم الناس هذاك السيد اللي كنقول لك هو اللي شاكين بيه شحال من واحد شاكين بيه كيز العيالات في الفراشه والله العظيم كيزو كيديروا على القديم وكيزيهم في الفراشه وكيديها لهم الفراشه راه مساويه والو راه كيبيع يا ساك تبيع مسكين ب 60 ريال ولا 40 ريال وكيدي ليها وكيخليها مسكينه كتبكي والله العظيم الا كنشوفهم بعيني انا دابا لتحت عليا وراه حشومه هادشي والله وحنا بغينا السيده ياخذ حقه على التعدد اللي شفتو انايا بغيت هاد السيد ياخذ حقه هادشي اللي غنقول لكم شكرا شكرا.